أهلا بكم. استأنف المتظاهرون حراكهم السلمي بعد تمرير البرلمان حكومة الكاظمي في بغداد وبقية المحافظات للتأكيد على أهداف ثورة تشرين الوطنية وتجديد رفض العملية السياسية وأحزابها الفاسدة وعدم التعويل على أي وعود جديدة من قوى العملية السياسية جميعا. اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين قالت في بيان لها إن المعتصمين في ميادين الكرامة في العراق يرفضون حكومة الكاظمي جملة وتفصيلا، لأنها تمثل الأحزاب والكتل الغارقة بالعمالة والفساد على حد وصف البيان. وأضافت اللجنة أن الكتل السياسية الفاسدة وأحزابها الخاضعة لإيران وللميليشيات الطائفية أكدت مرة أخرى استهانتها بإرادة الشعب العراقي في تشكيل حكومة محاصصة طائفية جديدة، وأن الخيار الوحيد للثوار وفقا للجنة هو المضي قدما في التحضير لمليونية خلاص لاكتساح هذه الطغمة الفاسدة. تجدد تظاهرات ثورة تشرين ورفض حكومة الكاظم الجديدة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا اعتبر متظاهرو ثورة تشرين حكومة الكاظم استهانة واضحة بتضحيات وإرادة الشعب العراقي الذي انتفض ضد نظام المحاصصة الطائفية؟ ولماذا يريد البعض الترويج لهذه الحكومة على أنها بارقة الأمل الوحيدة لإنقاذ العراق وشعبه من أزمته المستمرة منذ العام 2003؟ وهل سيكون بإمكان الكاظمي وحكومته تقديم الحلول الجدية للكوارث المتراكمة التي تسبب بها النظام السياسي الحالي الذي صممه الغزو الأمريكي عام 2003؟ وهل تستحق هذه الحكومة فعلا الدعم والمؤازرة، لأن إجهاض جهودها الإصلاحية سيصب في صالح الأحزاب الفاسدة وميليشياتها كما يقول أنصار هذه الحكومة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، ثامر العلواني، علي عزيز. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية. قل لي من اختارها أقول لك من تكون. إنها حكومة مصطفى الكاظمي التي دار الحديث عن أثرها القادم والمتغيرات التي ستحققها، وكأن المتفائل بهذه الحكومة ينسى أن الذي اختارها هو من اختار حكومة عادل عبد المهدي بعد انتخابات أيار عام 2018. فالكتل المسيطرة على المشهد نفسها في كلا الحكومتين، ويستحيل أن يمرر شيء أو يتخذ قرار ما دون موافقتها. ولتوسيع الدائرة أكثر والاتجاه نحو جذور المشكلة، حكومة الكاظمي هي ابنة النظام المؤسس منذ الغزو الأمريكي، والذي جاء بأمثال المالكي والعبادي وغيرهم. أغلب المراقبين للمشهد العراقي أجمعوا على أن محاولة إعطاء خصوصية وميزة لحكومة الكاظمي ما هو إلا وهم وشطط عن حقيقة الحال، فهي لن تأتي بقوانين أو مشاريع تتجاوز ما هو مرسوم لها ومسموح من قبل الأحزاب النافذة. وعلى سبيل الافتراض، لو تركت لها مساحة حرية للقيام بأفعال شكلية لذر الرماد في العيون، فإن ذلك لن يتحقق بسبب ظروف المرحلة الحالية على المستوى الاقتصادي والسياسي. حكومة الكاظمي ورثت عن حكومة عبد المهدي ميزانية ضاع أكثرها في صفقات الفساد والاختلاس والتبذير وسوء الإدارة، ولما ينتهي نصف العام بعد، كما أن ميزانية العام المقبل ستكون كارثية بسبب هبوط أسعار النفط. الرفض الزرفي، الرفض توفيق، الرفض عادل، الكل مرفوضين، الكاظمي مرفوض، يلجابتك الأحزاب، التوليد الأحزاب، مو جاي من أجل مصلحة العراق، مو جاي من أجل الشهداء، من أجل الشعب العراقي. حكومة الكاظمي جاءت في ظل زخم ثورة تشرين وخروج تظاهرات عارمة فور تشكيل هذه الحكومة، رسالة شعبية واضحة لرفضها من مبدأ وعي سياسي بفشلها ومعرفة جماهيرية بآلية اختيارها، وكل ذلك عن سابق تجربة مريرة امتدت أكثر من عقد ونصف. الشعب الذي قال في التظاهرات تسقط الأحزاب هو لم يعترض أصلا على خياراتها لتبدل عبد المهدي بالكاظمي، بل اعترض على وجودها في موقع السلطة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في أسباب تجدد التظاهرات بعد تشكيل حكومة الكاظمي. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا عبر سكايب من عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وأيضا سيكون معنا عبر سكايب السيد علي عزيز عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور هناك الآن حراك عاد من جديد، التظاهرات عادت من جديد على الرغم من تشكيل حكومة جديدة، أسقطت حكومة عادل عبد المهدي وجاءت الآن حكومة الكاظمي، وقدمت الكثير من الوعود، شكلت لجنة لملاحقة قتلة المتظاهرين، طاردت بعض الميليشيات كما جرى في مع ميليشيا ثار الله في البصرة، مع ذلك التظاهرات عادت وتهدد بزخم أكبر في المرحلة القادمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، يا ربما تبادر بذهني سؤال، يعني ربما يعكس الصورة بشكل آخر، لماذا لا تخرج التظاهرات؟ يعني احنا نسأل لماذا خرجت التظاهرات مرة أخرى، وأنا أقول لماذا لا تخرج التظاهرات؟ الحكومة، حكومة مصطفى الكاظمي، شكلت بنفس طريقة المحاصصة التي شكلت بها الحكومات السابقة، لا تختلف عن سابقاتها مطلقا، شكلت في نفس الإطار، وكل أعضاء هذه الحكومة هم يعملون في هذا الإطار منذ سنوات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تجارب المريرة التي مرت على العراقيين طوال 17 سنة، تجارب القهر والمرض والفساد والدمار والتخريب كل هذه، والتسلط من الآخرين وضياع السيادة والاستقلال وزيادة الفقر والفقراء والعاطلين، كل هذه خلق عندهم قدرة على قراءة الواقع بشكل دقيق وأعطاء الجواب الشافي الذي لا يمكن أن يكون جوابا يعني خاطئا، ربما لأنه الواقع خدعهم، هناك تميح، هناك خداع، هناك تضليل، استطاع أن يسيطر عليهم. هذه الحقيقة، هذه النقطة الثانية. فبالتالي شعب العراق عندما شكلت هذه الحكومة كان يعرف من البداية أن الحال لم يتغير، الوعود سمعها مثل ما يعني سمع من مصطفى الكاظمي، كان قد سمع من عادل عبد المهدي وقبله حيدر العبادي وقبله المالكي، ومن مجلس الحكومة، تشكيل مجلس الحكومة لحد اليوم يسمع وعود وأمنيات وكلها كذب. فبالتالي كان ينتظر، ومثل حال أي حكومة في الدنيا، في أي حكومة، في فلسفة الحكم في أي بلد في العالم، عندما تأتي حكومة جديدة هناك إطار استراتيجي عام تعمل عليه، هذا متفق عليه كل القوى التي في الحكومة والتي خارج الحكومة، معارضة أو لم تتح لها فرصة للحكومة وجاءت الحكومة مرة أخرى، هناك إطار استراتيجي متفق عليه لبناء الدولة، هناك تكتيكات، هناك خطط مرحلية قصيرة المدى، هنا يبدو الاختلاف. فالحكومات تبدأ من أول يوم بطرح برنامجها وتقول للناس، إنها تكاشف الناس أن ما حصل في الحكومة السابقة النقاط التالية 1 2 3 4 10 هذه لا نقبل عليها، وهذه كانت أخطاء وكلفت الدولة وكلفت الشعب كلفة عالية جدا، وخسرنا بها خسائر، ونحن جئنا لكي نطرح برنامجا جديدا مغاير تماما يرضيكم. خاصة في العراق تظاهرات تطالب لها مطالب كبيرة جدا، لا يجوز أن تطرح، أن تقول نعم جئنا من أجل الاستجابة إلى المطالب وهكذا بشكل معوم. هذه قضية لا يمكن قبولها، لابد من مكاشفة للشعب بما جرى، يعني الشعب يريد أن يعرف لماذا العراق وصل إلى هذا المستوى. هذه الحكومة التي خرجت، حكومة عادل عبد المهدي التي قتلت ومتهمة بالدماء ومتهمة بالفساد وقبلها اسمح لي، لماذا دكتور تخرج بهذا اليسر ولا يتم الحديث عن أن سيجري محاسبتها عما جرى، لكن ارتكبت أخطاء كبيرة بحق الناس، هذا الذي جعل التظاهرات تخرج مرة أخرى
وإرادتها عبرت عن قوة إرادة الجماهير، عبرت عن قوة عن ثباتهم، عن عمق إيمان الثورة والثوار بمطالبهم، وعبرت عن تصميمهم على تحقيق هذه طيب المطالب رغم التضحيات. إذا سمعني دكتور رافع، هل من الإنصاف من الموضوعية أن تحمل هذه الحكومة تراكمات كل المرحلة السابقة وحكوماتها، والآن يراد منها بضغط زر أو بعصا سحرية أن تجد حلول لكل هذا الركام من الخراب والتخريب؟ لا أبداً أبداً، لكن لذلك أنا تحدثت، قلت أن أي حكومة تأتي يجب أن تقدم برنامجها وتقول لنا، تكاشفنا هل هي كانت يعني هي بتشكيلتها بفكرها بوضعها الجديد، هل هي قابلة عن ما مضى من حكومات، هل هي تكمل مسيرة تلك الحكومات أم هي مختلفة عنها، أم هي جاءت لمحاسبة تلك الحكومات التي أخطأت، نعم، التي كلفت الشعب وكلفت الدولة وكلفت الوطن كلف عالية جدا بالدماء والأموال والكرامة والسيادة، هذا هو المطلوب كان. أما أن تأتي حكومة بهذا الشكل فهي مكملة، هي جاءت من نفس المحاصصة، من نفس الإطار، من نفس الوجوه، واللافت من نفس أنه الأحساب التي شكلتها، بالتالي هي تريد أن تكمل، نعم، طريق ما بدأته الحكومات السابقة. واللافت أنه الكاظمي أثنى على حكومة عادل عبد المهدي وقال أنها قدمت، نعم، الكثير لكنها ظلمت. نعم، لذلك المتظاهرين لم يقبلوا بهذا الكلام ولا يمكن أن يقبلوا. نعم. هذه حكومة حالها حال حكومات، وأنا أتحدث عن حكومة عادل عبد المهدي، هي سلسلة من حكومات الفشل والفساد والخراب، نعم، والدمار والطائفية والمحاصصات، وتأتي حكومة جديدة بنفس المحاصصات، بنفس الفكر، بنفس الإطار، وتمجد بهذه الحكومة وتمجد بالحكومات السابقة، وهي تعمل في نفس الإطار اللي هو العملية السياسية. وبالتالي يبقى الشيء المهم الأساسي في كل هذا، أن المتظاهرين الثورة خرجوا ليس على نظام، على حكومة، خرجوا على نظام، على إطار كامل. فبالتالي الحكومة التي هاي نقطة مهمة دكتور، اسمح لي، تضرب هذا الإطار ولا نريد، نعم، أن تغير هذا الإطار، لا تستحق أن تكون حكومة. هذه نقطة مهمة، خلينا نقولها إلى الأستاذ علي عزيز اللي هو من اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. أستاذ علي، أنتم في أحد البيانات اعتبرتم، أو المتظاهرون تقولون أن المتظاهرين يعتبرون حكومة الكاظمي استهانة بتضحيات وإرادة الشعب العراقي الذي خرج منتفضا ضد نظام المحاصصة الطائفية في العراق، كيف هي استهانة؟ ألو، أسمعك. ألو عماد، تفضل. يبدو إذاكم مشكلة. ألو عماد، لما كان يمثل دور الكومبارس الأمريكي. طبعا الكاظمي ألو عماد، هذا هو أفشل كومبارس اليوم فرضت في كأري. ألو عماد هذا اللي اشتهر فيها لما يمثل الشعب العراقي يسوي نفسه يخابر أخوه. نعم. أنا اليوم بس أريد شوية أستأذن من ضيوف الكرام، أخذ شوية وقت أعطيني مساحة أحكي بها أكثر. سيد الكاظمي، سيدي هذا عضو أستاذ علي، أنا اسمح لي أنا أعطيك المساحة، بس يبدو عندنا مشكلة في الصوت، الصوت لا يصلنا بشكل سليم ومناسب، حتى تضبط هذه المشكلة، تعالج هذه المشكلة وتضبط الصوت، خلينا نروح للدكتور ثامر في عمان وأرجع لك وتأخذ الوقت الكافي إن شاء الله. دكتور ثامر العلواني في عمان، في بيان هيئة علماء المسلمين قلتم أن حكومة الكاظمي لن يكون بإمكانها إيجاد حلول للقضايا الكارثية التي تسبب بها النظام السياسي القائم في العراق، والذي كان غطاء للأحزاب والميليشيات وما إلى ذلك. على ما استندتم في هذا الاستشراف، في استشراف الفشل لحكومة الكاظمي، على الرغم من أن هناك ربما آمال عريضة نوعا ما معقودة عليها؟ أولا تحية لك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. ثانيا لابد أن نعلم أن ما جرى من عملية سياسية في العراق هي إرادة خارجية، وما يوجد من حكومات هي مجرد أذرع لقوى دولية وإقليمية، هي من تتحكم، هذه الدول هي من تتحكم بالساحة العراقية، وهم لا يستحون، الحكومة والأحزاب والميليشيات لا يستحون من إعلان ولائهم لهذه القوى الخارجية الدولية.
ولذلك يقول نحن أتباع الويل الفقيه. القسم الآخر يصرحون بأنهم يجب عليهم إرضاء الأمريكان والغرب. إذن هي هذه الحكومة وهذه الأحزاب أتت كي تثبت لداعميها الدوليين ولاءها وعدم خروجها عن الخطط المرسومة لها. فالهيئة عندما تستشرف المستقبل السياسي في العراق استنادا إلى الأسس الذي بنيت عليه العملية السياسية في العراق، ومعلوم لدى الجميع أنها بنيت على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، هذا الأساس الهش الأعوج يفشل أي حكومة تحاول قيادة العراق في حال أنها وجدت حكومة تريد فعلا أن تجد الحلول للعراق، فما بالك بحكومات أتت لسرقة العراق ونهب خيراته خدمة لإيران أو لتنفيذ المصالح الأمريكية، والشواهد على ما نقوله كثيرة ولا تعد ولا تحصى. ثانيا، حكومة الكاظمي خرجت من البرلمان المتهم أصلا بالفساد، والذي شهد تزوير كبير جدا وصل إلى حد أن يوصف بالبشاعة من فظاعة التزوير، بغض النظر طبعا عن موقف هيئة علماء المسلمين من العملية السياسية بجملتها، لكن الانتخابات شهدت تزوير كبير وتلاعب بنتائجها، ثم أحرقت الصناديق، ثم حطمت أجهزة الانتخابات. أيضا إضافة إلى ذلك، النسبة المشاركة للذي يحق لهم التصويت لم تتجاوز 18%. مع كل هذا، مرورا بالنتائج، كان موقف الهيئة واضحا من أن هذه الانتخابات وصرحت بعدم نجاحها، أقصد حكومة عادل عبد المهدي، وكان المتوقع أنها لا تستمر أكثر من سنة، وفعلا سقطت حكومة عادل عبد المهدي على يد ثوار تشرين، مع وجود دعم إيراني وأحزاب موالية لإيران وميليشيات. ثالثا، إذا جئنا إلى الملفات الكارثية في العراق التي تحتاج إلى حلول، فهي أول ملف من ملفاتها ملفات الميليشيات المجرمة، هي من وافقت على تمرير الكاظمي، وهي من تعرف جيدا من هو الكاظمي، فهذا يعني أنها لكنه طارد إحداها وهي ثار الله في البصرة. هناك عملية اعتقالات وعملية إغلاق لمقرهم. أشك أنه في اعتقالات، ولكن إغلاق المقرات أيضا هذا لذر الرماد في العيون، لأن الراعي الرسمي الأمريكي للعملية السياسية فرض عليهم أن يحاولوا فرض الموازنة على أرض الواقع، لأن الميليشيات أصبحت المتحكم الوحيد بالعراق، وهي تقرر من يمكن له أن يتسلم منصب، وهي من تقرر الملف الأمني في العراق من استقراره أم عدم من ذلك. ولذلك اليوم صدر بعض التصريحات أنه حكومة الكاظمي خرجت بتوافق إيراني أمريكي، هذا بعض السياسيين صرح بذلك وقال بأن أمريكا جاءت برجلها وإيران وافقت على أخذ المليارات مقابل هذا التنصيب. إذن هذه كلها تدل على أن الحكومة هي ليست حكومة عراقية، إنما هي إرادات دولية وتحديدا إيران وأمريكا. أما الملفات الكارثية التي تنتظر الكاظمي ولا يمكن له أن يصلح بها شيء، ملف الاقتصاد مثلا، في ظل هبوط أسعار النفط الحادة، هل يستطيع الكاظمي أن يمنع حصص الأحزاب والميليشيات التي تسيطر على آبار النفط والتي تتحكم بالحدود العراقية التجارية؟ ملف الصحة في ظل جائحة كورونا، اعترافات صريحة من وزراء ومسؤولين بأن الصحة، حتى منظمة الصحة العالمية تعترف بعجز الحكومة والأحزاب عن تدارك ولو جزئي للانهيار المتوقع في العراق. ملف المظاهرات، وأخونا الأخ علي عزيز ممكن أن يجيب على هذا الأمر. إذن العراق باختصار لا تقوده حكومة مستقلة، وإنما تقوده عصابات بلباس سياسي، والدليل زعماء الميليشيات، والميليشيات نفسها لديها مقاعد في البرلمان. ففشل الكاظمي كما توقعت هيئة علماء المسلمين في بيانها حتمي لوجود معطيات الفشل الموجودة الكثيرة. يضاف إلى ذلك الملف الدولي اللي هو الصراع الأمريكي الإيراني على النفوذ في العراق. ماذا يمكن للكاظمي أن يفعل تجاهه؟ تعهد أن لا يجعل العراق ساحة للتصفيات أو المصادمات بين أمريكا وإيران، أنه لن يكون ساحة. تعهد في خطابه بعد حصوله على ثقة خطاب إعلامي لا يتجاوز أن يكون إعلاميا، ليس بيده شيء،
أنا أتوقع أنه سوف يكون فقط بريد لإيصال الرسائل بين أمريكا وإيران، أبدا لا يمكن أن يفعل شيء إذا أمريكا اتخذت قرار أو إيران اتخذت قرار في تصعيد الوضع في العراق أو تصعيد الصراع الأمريكي الإيراني في العراق، فهي مجرد دعايات لا يمكن تجاوزها، خصوصا إذا علمنا أن حكومته لا تتجاوز كما يدعون سنة واحدة لترتيب بعض الأمور وإعادة انتخابات وهذه الأمور. نعم، إذا كان علي عزيز الآن جاهز معنا، نعم غير جاهز، إذا نروح الدكتور رافع الفلاحي. دكتور، يبدو الكاظمي، وهذا ما أيضا أكدت اليوم أو أمس صحيفة فاينانشال تايمز، أنه يحاول كسب الوقت ومغازلة المتظاهرين والرأي العام في العراق بجملة قرارات مثل تشكيل لجنة لملاحقة قتلة المتظاهرين، قرار بإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدم وما إلى ذلك. هل تعتقد أن هناك جدية فعلا في معالجة هذه القضايا، قضية المتظاهرين ومن قتلهم وقضية وإطلاق سراح المعتقلين منهم؟ أستاذ ماجد، يعني دعني أولا أذهب إلى قضية أتكلم بها قليلا وأعود الإجابة على سؤال حضرتك. نعم. حضرتك كنت يعني في حديثك مع الدكتور ثامر تقول له قد تعهد. نعم. بكذا وكذا. منذ عام 2003 لحد الآن سمعنا تعهدات ووعود غريبة عجيبة. سمعنا تعهدوا بقطعة أرض لكل مواطن عراقي، تعهدوا براتب لكل إنسان عراقي من عمره يوم واحد إلى 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 ما شاء الله، تعهدوا بأن يكون العراق جنة من البناء والتقدم والرفاهية، تعهدوا بأن يكون التعليم في العراق من أفضل أساليب التعليم وطرق التعليم في العراق والمستويات التعليمية، تعهدوا بالصحة، تعهدوا بكل شيء، تعهدوا بالخدمات، لكن ماذا حصل؟ هذا كان يتعهدون، والعراق يعني ربما كانت في أول سنة 2003 كانت الواردات ربما يعني 30 مليار 20 مليار لا أعرف، لكن عندما وصل إلى 120 مليار و 130 مليار و 150 مليار ولم يحققوا شيئا. إذن هذه كلها وعود لا يصدقها العراق. ذلك قلت أنا بإجابتي الأولى، كثر الضيم الذي شهده الشعب العراقي جعله يقرأ الواقع بشكل دقيق ويعرف حقيقة الأمور ويعرف الكذب من الصدق. هذه واحدة. الثانية أن الكاظمي فعلا مثلما يحدث، يعني هذه حكومة الكاظمي لم تأتي بإرادة أمريكية وإرادة أو إرادة إيرانية، لا، جاءت بالإرادتين، والاثنين اتفقوا على أن يعطوا للكاظمي فترة لهم لكي يرتبوا أوراقهم، لكي يرتبوا أوضاعهم، وبالتالي يرون ماذا سيفعلون في صراعهم هذا، في المماحكة، في المواجهة فيما بينهم. العراق ساحة للمواجهة، لابد كان من وجود حكومة، لأن العراق هو الساحة، لابد من وجود حكومة تمرر الوقت. الكاظمي أخذ هذا الدور ويحاول أن يطبق هذا الدور لتمرير الوقت، فبالتالي هو يحاول أن يعني يلعب أو يضلل في أنه هو سيستجيب للتظاهرات، سيوقف المتظاهر، سيوقف القتلة. لا يستطيع أبدا بشكل حاسم أن يوقف أي قتلة، لسبب بسيط، أن من جاء به للحكم هم نفسهم القتلة، هي نفس الأحزاب المتهمة بالقتل والفساد والخراب. كيف يمكن أن يوقف الفاسدين وهم الذين جاءوا به ولم يستطع أن يفرض قتل عليهم؟ قتل المتظاهر أزهر الشمري، دكتور، قتل المتظاهر أزهر الشمري بعد تشكيل حكومة الكاظمي، كما أيضا اعتدي حتى جنسيا على ثلاثة من المتظاهرين، يعني قبل البارحة أو أول البارحة. نعم أستاذ ماجد، هذا إطار عام للعمل، لطريقة التفكير، لطريقة الرؤية، لطريقة إدارة العراق. هذا هو الإطار العام، وهو جزء من هذا الإطار. هو لم يأتي من فراغ، هو جاء وكان مدير المخابرات، هو يعرف بكل هذه القصص. يعني الآن عندما يشكل، يقولون يشكل لجنة تحقيقية أو يتحرى عن أسباب قتل المتظاهرين ومن قتلهم، هذا لعب، هذا مجرد ضحك على الناس، لأنه هو دكتور هو رئيس جهاز المخابرات ويعرف من قتلنا. إذا كان لا يعرف فتلك مشكلة كبيرة. إذا جهازه كان فاسد. نعم. وجهازه في واد آخر، وهو في واد آخر ولا يستحق أن يقود الدولة العراقية. أشكرك. فبالتالي أنت
جئتم به يجب أن يكون يعرف كل شيء ومتأكد من كل شيء. لا شك أن لجان، وإحنا في العراق إذا أردت أن تسوي شيئا شكل له لجنة. نذهب أيضا إلى الأستاذ علي عزيز الذي تعذر التواصل معه عبر سكايب عبر التليفون. أستاذ علي، كنت سألتك قبل مشكلة الصوت أن المتظاهرين اعتبروا حكومة الكاظمي أنها استهانة بتضحيات وإرادة الشعب العراقي الذي يرفض نظام المحاصصة الطائفية. ممكن تشرح لنا كيف أن حكومة الكاظمي استهانة واستخفاف بهذه الإرادة والتضحيات؟ نعم، طبعا احنا الكاظمي بالنسبة لنا اليوم شنو اللي احنا نريد نميزه عن غيره، مثلا عن السابقين اللي كانوا رؤساء حكومات او اللي ترشحوا وفشلوا اساسا بالتكليف العرض. شنو اللي احنا نفتهمه من الكاظمي من كل هذا؟ الكاظمي هو امتداد لهم، الكاظمي هو الرجل مدير مخابراتهم، الكاظمي احنا ليش ننسى انه شلون تم فرضه. استاذ علي، انت اذا سامحني خليني اقاطعك شويه وبعدين كمل، انا راح اعطيك الوقت كامل لانك ظلمت طبعا بسبب المشكله التقنيه. الكاظمي الوحيد ربما الذي لم ياتي من حزب ديني طائفي، يعني الكل جاءت من تيارات طائفيه، عادل عبد المهدي جذوره في المجلس الاعلى، المالكي والجعفري حزب دعوه، هذا لم ياتي من هذا الاطار الديني الطائفي. هذا اجى من اطار أسوأ سيدي، هذا ابن احمد الشلبي والكل عام مكيه اللي جابوا الطابات الامريكيه وخسوا الملايين العراقيين. نعم. هذا ابنهم المدلل. انت عندك اجرام اكثر من ترعى مكيه واحمد الشلبي، شلون عليه الكاظمي مدير مخابرات قتل 1000 واحد بالعده اليوم بس دور الكومبارس. الكومبارس أسوأ في العالم، قالوا عباد على العراقيين يخابر اخوك ولا نفس الصار، وانت الفساد داخل نخرب جهازك. منو فرض رئيس جهاز مخابرات قبل 5-6 سنين؟ مو نور المالكي فرض؟ نور المالكي يفرض واحد السواد عيونه اذا ما يكون كاد يطيع اليه. اخر رئيس جهاز مخابرات كان زهير القرضاوي في الوكاله، وبعد زهير القرضاوي فرض مصطفى الكاظمي. اعلامي امتياز كان بوق من ابواق الغزو والاحتلال، بوق اسوأ من هذا. شر يريد نجيب منو نجيب بعض؟ يعني التبوق اسوأ. مصطفى الكاظمي هو اللي ساهم بسرقه الارشيف اليهودي من الطابق السابع تحت الارض طنج المركز العراق، وانطال ثمر عبد احمد الشلبي. الكاظمي شنو هسه يبيع وطنياته براس العراقيين؟ الكاظمي يضحك على العراقيين، يسوي اجتماع تسليم واستلام ويا عادل عبد المهدي ويقول له احنا نشكرك ونقدر جهودك الممتازه والكيف والكذا الى اخره من الكلام. سربوا الفيديو، وثاني يوم من التسريب كان هو حايله للتقاعد، يعني كان النفس للمكرمه وحايله للتقاعد هو والكابينه، وبعدها سربوا الفيديو. مصطفى الكاظمي شنو نريد نترجاه من عنده؟ مثلا يدز وفد يتفاوض ويسكت ويا باقي المحافظات يشوف مطالب الثوار، لعد انت على اساس تدعي نفسك انه انت تدعم الثوار. انت تدعي نفسك تملك خيم وتمول خيم وتعطي وتساعد وتطلع من السجن وتطلع من الخطر. وينهم لعد اذا انت هسه جاي تريد تعرف شنو مطالبهم يا استاذ مصطفى؟ احنا ما عندنا مطالب. اول مطالب تلخص من كل الوجوه الكالحه وانت كنت منهم. ترى احنا اليوم نجي مصطفى الكاظمي يريد يوم يجي هاليوم اخر وقتنا يضحك عليه مصطفى الكاظم بعد ما صرت قابض او شيء او ادى للنصر؟ اما انت تجي تجيب لك فلان وتجيب لك فلان وما ادري، هذا كلها انت لا تعتبرها اليوم مزايدات تقوم براس الثوار والمتظاهرين. انت عضو في خليه الامن تجتمع ويا عادل عبد المهدي كل يوم كما نقول باليوم مرتين، وكنت انت احد الاشخاص اللي يقررون كيفيه استخدام اساليب القمع بالقنابل الغازيه وبالاطلاق الرصاص الحي وبكل هدف، وانت مدير مخابرات وكانت احداثيات تطلع من ملف المخابرات وتتفق الى ان الميليشيات مجرمه حتى تستخدم الكاتم وتقتل الناس في الشوارع امامنا السام، وانت مدير مخابرات وهذا وزير الاتصالات الحالي اركان شباب احمد اللي جبته وسويته وزير، هذا هو اللي قطع الانترنت. استاذ علي، هذا هو. خليني استاذن منك ومن المشاهدين وبقيه الضيوف.
نتوقف عند هذا الفاصل القصير، وهي أيضا فرصة لتضبيط الصوت. لا زال الصوت على الأقل الآن أسمع بشكل سيء بالنسبة لي، لا أدري بالنسبة للمشاهدين. إذا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا عن أسباب عودة الحراك السلمي والتظاهرات بالرغم من تشكيل حكومة الكاظمي الجديدة. فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في تجدد التظاهرات، تظاهرات ثورة تشرين في العراق بعد تشكيل حكومة الكاظمي. ضيف طاولة طبعا دكتور رافع الفلاحي ودكتور ثامر العلواني والأستاذ علي عزيز. أستاذ علي عزيز، هناك جملة خطوات أو قرارات يعني اتخذها الكاظمي بغض النظر عن النوايا. قضية عزيز انقطع الاتصال معه، تمام ماشي. دكتور رافع الفلاحي، هناك أصوات وأقلام الحقيقة ومدونون يحاولون تسويق أو تقديم حكومة الكاظمي على أنها ثمرة تضحيات التظاهرات، يعني التظاهرات هذه أنجزت مهمتها بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي، وهؤلاء يريدون أن يقولوا للرأي العام في الداخل والخارج أن هذه الحكومة هي خرجت من رحم التظاهرات، ثمرة للتظاهرات، نتيجة لدماء الشهداء، وهي بارقة الأمل الوحيدة لإنقاذ العراق. يعني ربما أستاذ ماجد، من عجائب الوضع العراقي، من غرائب الوضع العراقي من عام 2003 لحد الآن، أنه الساحة مملوءة بمن يطلقون على نفسهم محللين سياسيين أو مثقفين أو خبراء أو كتاب ولا تعرف لهم أصلا، وبالتالي يكتبون ويصرحون ويخرجون على شاشات الفضائيات ليتحدثوا بطريقة غريبة عجيبة. يعني الكثير، أنا استمعت إلى أحاديث كثير ممن كانوا يدعون أنهم مثقفين وأنهم من اليسار وأنهم مع التظاهرات وأنهم ضد العملية السياسية، وإذا بهم يعني بهبة واحدة يكيلون للكاظمي المديح بطريقة غريبة عجيبة، وأي صورة تخرج للكاظمي وكأنها يعني فتح الفتوح يمجدونه. حتى وصل الحال بأحدهم مثل ما حضرتك يعني تشير، قال لماذا لا يبعث الكاظمي وادعوه ليبعث مثلا عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، نعم، وعدنان درجالي اللي هو وزير الشباب إلى المتظاهرين لأنهم منهم، وهذه مطالبهم التي جاءت بهم. يعني وكأنه التظاهرات، كأنه هذه الثورة اللي قدمت 1000 شهيد وقدمت 30,000 جريح وقدمت آلاف من المختطفين والمفقودين وصرفت 7 أشهر من الوقت الضائع من تحملوا فيه الضيم والعذاب والأذى والسوء والكلمات الجارحة والنابية والسكاكين والعصي والخوف، لأجل أن يأتي عدنان درجال ويأتي عبد الوهاب الساعدي الى جهاز مكافحة الارهاب، وكفى بالله. هذه قضية غريبة عجيبة. الكاظمي لم يكن في يوم من الايام يمثل التظاهرات، كان رئيسا لجهاز المخابرات مثل ما اشار ضيفك
الآن قبل قليل قال هو بجزء من الخلية الأمنية التي كانت تواجه التظاهرات. هو يوميا يجتمع مع الخلية الأمنية ويعرف ماذا يدور، ويعرف أن الميليشيات كانت تقتل بالمتظاهرين. الآن يشكل لجنة للبحث عن أسباب من الذي قتلهم، من الذي هذه يعني هذا تسويق. نعم. تسويق رديء وتسويق رخيص لشخصية غريبة عجيبة. الآن كل الموضوع يراد أن تمضي العملية السياسية في طريقها. وصلوا إلى قناعة تامة أن هذه الحكومة لو لم تشكل بهذه الطريقة ولم يمدحوها هؤلاء ولم يروجوا لها ستسقط العملية السياسية. العملية السياسية الآن في زاوية حرجة. لو تذكر في أول أيام التظاهرات من البداية واجهوهم أن أنتم تخرجون على حكومة منتخبة بعد أن سقطت قضية الانتخابات والناس لا تقتنع بهذه القضية. قالوا أنها هذه الحكومة مدعومة من مرجعيات دينية. نعم. وبالتالي شاهدوا أن المتظاهرين لا يؤمنون بهذه القضية. كل المتظاهرين خرجوا عابرين للطائفية، عابرين لهذه الفكرة، جاءوا من أجل أهداف معينة. فلذلك سقطت وكانت حتى المرجعيات الدينية في زاوية. نعم. حرجة. إما أن تقف مع الفاسدين والمخربين وإما أن تقف مع الشعب. البعض منهم والكثير منهم مسكوا العصا من الوسط وراحوا يجاملون هنا ويجاملون هنا ويحاولون أن يلعبوا بالقضية حتى استتب الأمر إلى ما وصلنا إليه اليوم. حكومة لا نعرف لها، قالت المرجعية وهم قالوا نؤمن بالمرجعية، والمرجعية تقول لا نجرب من هو مجرب. طيب كل الحكومة مجربة ورئيس الحكومة مجرب، كيف وافقتم عليها؟ نفس الكاظمي هم كانوا يشتمونه ويقولون هو جزء من مؤامرة لقتل أبو مهدي المهندس والإيراني قاسم سليماني، وبالتالي وافقوا عليه نفسهم ورشحوه وأيدوه والآن يدعمونه. هذه قضية غريبة عجيبة، فيها لعب، فيها محاولة لاستهزاء بدماء الناس وتضحياتهم ولتسويف التظاهرات. هذه أنا أسميها القوة الناعمة. الآن يستخدمون القوة الناعمة، هذه المقالات والكتابات والدعايات كلها جزء من القوة الناعمة. استخدموا القوة الخشنة لم تنفع، استخدموا كل أساليبهم. أشكرك. من الميليشيات والقبعات الزرق والتهديد والتخوين والاتهامات بأنهم. نعم. أولاد السفارات وأنهم جواكر، لم تنفع كلها. فبالتالي ذهبوا إلى القوة الناعمة. القوة الناعمة هذه هي الترويج، لأنه هذه حكومة الشعب راضي عليها وهو المخلص ولديه عصا سحرية. على ذكر والمصيبة أن كل العراقيين يعرفون. نعم. أن لا عصا سحرية موجودة، والوضع سيبقى على ما هو عليه، بل سيذهب إلى ما هو أسوأ. نعم. أستاذ علي عزيز الذي عاد لنا، إن شاء الله بلكت يكون الصوت أفضل. حكومة الكاظمي تحاول أن تغازل المتظاهرين، أن تدغدغ يعني وجدانهم. هناك قرارات أنه تشكيل لجنة لإطلاق سراح المعتقلين، ملاحقة العفو قتلة المتظاهرين، ملاحقة ميليشيات، جملة قرارات يعني هنا وهناك. هل تعتقد أن هذه المغازلة أو الحركات أو هذه القرارات قد تجد أذن مصغية من المتظاهرين ممكن يتعاملون وياها بجدية بحسن نية؟ نعم. بس أنا أول شيء أريد أسألك، الكلام اللي حكيته كان صادر واضح، كان يعني وصلكم لما في البداية؟ والله يعني وصلنا، لكنه تعرف أنت يعني بين بين يعني إلا واحد يركز حتى نفتهم، على الأقل بالنسبة لي. نعم. بالنسبة طبعا لهذه الأمور اللي يقوم بها الكاظمي. نعم. وأنه لجنة، هذا مو فضل دي يسوي، هذا غصبا ما عليه وغصبا على أي واحد يرأس حكومة أن يقوم بهذه الأعمال. لكن هذه أعمال كلها، هذا كله در رمات العيون، هذا كذب في كذب في كذب. إحنا قبل ما الكاظمي يتم تثبيته ويأخذ الثقة من لا ثقة لهم، قبلها بأيام شخص يرتدي الثوب الأحمر ويطبق الرصاص الصحي علينا بوسط صحن التحرير ومكشوف الوجه، ولحد الآن هذا الشخص حر وطليق وما حد وجه له كتاب استدعاء. هذا كله عبارة عن تمثيل بتمثيل بتمثيل. اليوم الكاظمي بالنسبة لنا ما يختلف شيء عن عبد المهدي وعن الحكومات اللي سبقت عبد المهدي. الكاظمي مدير جهاز مختبرات. الكاظمي يكفينا أنا ذكرتها وراح أعيدها، يكفينا هذا هو الابن المدلل لأحمد الشلبي ولكنعان مكية. هذول الشخصين
اللي كان لهم الدور الأساسي بغزو بلد ومقتل الملايين من العراقيين وتشريدهم. هذا ابنهم، كيف نترجى منه خير؟ هذا إنسان يحاول يمثل دور الكومبارت الأمريكي، لكن هو أسوأ كومبارت أمريكي. أما سواء كان إيران لها تأثير عليه، إيران تأثيرها على العراق، على المنظومة العراقية الحاكمة بشكل عام من 2003 ولحد الآن. أما اليوم الكاظمي اليوم ابن الشلبي وابن كنعان مكية، ولازم نعرف الشعب العراقي من هؤلاء الأشخاص، ما مدى إجرامهم ودناءتهم وخستهم، وكيف مهدوا لسرقة الأرشيف اليهودي من الطابق السابع تحت الأرض البنك المركزي وسلموه إلى تمارة أحمد الشلبي على أيدي هذا الشخص الذي الآن هو يشغل منصب رئيس حكومة العراق. احنا ما نترجى كل خير من عنده. نعم. هو كان عضو بخلية الأمن مع عادل عبد المهدي، كان هو من ضمن اللي اتخذوا القرارات حتى يقتلونه بالقنابل الوحيدية وبالرصاص الحي وبالرصاص المطاطي والصوتيات. هذا الشخص لما هو اجتماع التسليم والاستلام لعادل عبد المهدي أثنى عليه وشكره وعلى جهوده اللي فوق المقتدى أكبرها، ونفذ كلامه أنه كرمهم وأعلم على التقاعد لهم، في حين هم الشعب أقال، هم هؤلاء ليسوا متقاعدين، الشعب أقال. أما بالنسبة للمسرحيات اللي طارت، يعني عبارة عن حكومة ممثلين وكبار، يعني في أكو مسرحية بالعالم يجيبون جنطة يشتروها حتى الليبل بالجنطة ما لحقوا يشيلوه، وهذا يعطي الجنطة ذاك وذاك يعطي الجنطة لهذا. شو وقت صار تسليم الذمم؟ شو وقت صارت هالأمور كلها؟ شو وقت أنتوا صفيتوا ذمة قبلكم؟ ورا كل هذا نجي اليوم إحنا الكاظم يجيب لنا الشخص الأول اللي تراهم به وعد دورة تشرين المباركة يعني وفشل الحمد لله وشكر لي هو مدير الاتصالات أركان شهاب أحمد، هذا كان مدير عام شركة المعلوماتية، هذا هو اللي قطع الانترنت علينا، هذا كانت تطلع عنده مراقبات خطوط تليفوناتنا وأحداثيات مواقعنا يتم تصفيتها على أقرب برج إحنا قريبين عليه، ويجون الميليشيات يقتلونا بالكواتر. هذا الثاني شهاب أحمد، هذا لا يقل خطورة واضح عن الذي يعني ضربته بالفندقية. أشكرك دكتور سامر علواني، بس دقيقتين إذا أمكن. أيضا في بيان الهيئة تحدث أنه بعد تشكيل حكومة الكاظمي أنه ما جرى من توافقات لتمرير حكومة الكاظمي هي توافقات طارئة ولا قيمة لها، وسرعان ما تظهر الخلافات على السطح طبعا بين شركاء العملية السياسية المشتركين في حكومة الكاظمي. كيف هي توافقات طارئة ولا قيمة لها كما يقول بيان الهيئة؟ الحقيقة أنه الخلافات هي ظهرت من أول جلسة لهم في البرلمان عندما مرروا حكومة الكاظمي، اختلفوا على المكاسب والمناصب وتقسيم الحصص، ولولا الضغوط الخارجية لما مررت حكومة الكاظمي. رأينا تهديد السفير الأمريكي برسالة يرسلها إلى الأحزاب والسياسيين فيما لو لم يتم تمرير حكومة الكاظمي سيكون لنا شأن آخر، ولذلك هم مرروا حكومة الكاظمي حكومة ناقصة، وهذا وحده يكفي على يدل على وجود خلافات. وما ظهر من توافق فهي فعلا طارئة لأنها مبنية على مصالح هشة، ولذلك ستظهر خلافات واضحة للعلن، بمعنى أنه إذا لم يأخذ كل حزب نصيبا من ثروات العراق وسرقة أموال الشعب سيظهر الخصام بشكل علني على الشاشات، وستكون آثاره الكارثية على العراق والشعب العراقي. وجود ملفات الجرائم والفساد التي يمتلكها كل طرف على الآخر مع السعي للحصول على المكاسب هي من تجعل هذه التوافقات طارئة وهشة. مثلا ملف النازحين، ملف مخزي للحكومة والبرلمان والسياسيين جميعا، هذا وحده ممكن أن يفجر الصراع بينهم. الميليشيات تتحكم بهذا الملف، لدينا 1.5 مليون مهجر بسبب استيلاء الميليشيات على المدن العراقية وكلها مناطق سنية. كيف سيعالج الكاظمي هذا الوضع؟ لدينا التظاهرات، كيف سيتعامل معها مع وهو من وعد بحمايتها؟ لكن بالنتيجة رأينا أن جرائم بشعة بحقهم جرت منذ بحق المتظاهرين منذ أن تسلم الكاظمي للحكم. هذا يعني أن حصول توافقات مستديمة هذا أمر بعيد جدا،
ولذلك هم جاءوا بالكاظمي على أساس أنه سيلعب نفس دور عادل عبد المهدي، لأنه ليس رئيس حزب ولا يمتلك مقاعد في البرلمان، فهو أصلا هو ضعيف ومشترك معهم في الخراب والدمار، وهو لأنه مثل ما تفضلوا ضيوفك الكرام هو رئيس جهاز المخابرات. واضح. فهو سيسير وفق متطلبات الأحزاب المتناقضة أصلا وغير المنسجمة في إدارة العراق للأسف. أشكرك أستاذ علي عزيز. هل تعتقد أن حكومة الكاظمي تتجنب أو تملك خيار تجنب مصير حكومة عادل عبد المهدي وتجنب السيناريو الدموي الذي سارت عليه حكومة عادل عبد المهدي عندما قتلت نحو 1000 من المتظاهرين وجرح حوالي 25,000 بالإضافة إلى مغيبين ومختطفين وملاحقين، خاصة إذا ما تصاعدت التظاهرات كما يهدد المتظاهرون في المرحلة القادمة؟ يعني حكومة الكاظمي لن تنحو منح الحكومات السابقة في الخيار الدموي الأمني، تعتقد؟ طبعا أكيد نعتقد هذا الشيء. الكاظمي هو مكمل لعادل عبد المهدي، ونهج السياسة اللي رسمته الأمريكان والإيرانيين هم نفس النهج اللي يسيرون عليه كلهم، سواء عبد المهدي أو الكاظمي، هذا كله مجرد تغيير أسماء وتغيير وجوه، النهج هو نفس النهج، وإحنا متوقعين راح يكون وأكثر وحشية من عادل عبد المهدي، وراح يتحدد يوم موعد مليونية الخلاص، وذاك الوقت مليونية الخلاص اللي راح تنطلق من ساحة التحرير وما تتوقف إلا بعقر دار، ذاك الوقت راح أراوغ وراح إن شاء الله نتشاوف وتسمع شنو الإجرام اللي مارسوه بينا، لكن مستعدين هم والشباب كلهم مستعدين أنهم يرجعون إلى بيوتهم هذه المرة إلا وهم حققوا النصر، ونعلن بيان رقم واحد للشعب العراقي العظيم من مقر قناة إذاعة والتلفزيون بالصالحية ومن داخل المنطقة خضراء. أشكرك الأستاذ علي عزيز. دكتور رافع الفلاحي، بعض أنصار حكومة الكاظمي والعاقدين عليها آمال عريضة يقولون أن رفض المتظاهرين لحكومة الكاظمي وعرقلة جهودها الإصلاحية يصب في نهاية المطاف في صالح الأحزاب الفاسدة والميليشيات، ولذلك هذه الحكومة لابد من تقديم لها كل العون والإسناد والمؤازرة حتى تنجح في مهمتها، وإلا فإننا سنرجع إلى المربع الأول، مربع الأحزاب الفاسدة والميليشيات. حكومة الكاظمي هي بصيص الأمل الأخير. أستاذ ماجد، التظاهرات أو ثورة تشرين عندما خرجت كانت هناك قناعة، تولدت قناعة عند الشعب، عند الشباب، عند كل العراقيين الذين خرجوا بالثورة والذين يعدون باستمرار الثورة. هذه القناعة تتمثل في أن كل قوى العملية السياسية بأحزابها بشخوصها بكل قواها، هذه كلها انخرطت من عام 2003 لغاية اليوم في معركة من أجل تقاسم واستباحة موارد الوطن، موارد العراق وموارد العراقيين وكرامتهم وكرامة الوطن واستقلاله، وهذا ما حصل. وقالوها، قالوا هي كعكة وقسمناها، ألم يقولوا هذا الكلام؟ هذه القوى نفسها هي التي جاءت بالكاظمي إلى سدة الحكم، فكيف يمكن أن تدعمه التظاهرات لكي يقف ضد القوى التي جاءت به؟ هذه يعني فكرة خيالية، فكرة يعني ربما يعني لا أعرف ماذا أسميها، يضحكون على عقولهم لا يضحكون على عقول غيرهم. هو من نفس الإطار، من نفس المعدن، هو جاء لاستمرار هذه العملية السياسية التي خرج ضدها الشعب، فبالتالي هو يريد أن يجعل القطار يعود مرة أخرى على سكة قطار العملية السياسية، يعود على السكة ويمضي في طريقة في محطات المرسومة إلى أمريكيا وإيرانيا. كيف يمكن للشعب أن يوافق على ذلك؟ ومن يدعون أنه على الشعب أن يدعم الكاظمي لأن الأحزاب الفاسدة هي التي ستفوز، ما هي فائزة؟ عندما جاءت بالكاظمي فازت، هذه القضية. هو المطلوب من عنده أن يشكل انتخابات جديدة ليس أكثر، يحاسب القتلة، لا يستطيع محاسبة القتلة، لا يستطيع أن يحاسب الفاسدين، لا يستطيع أن يحصر السلاح بيد الدولة، لا يستطيع أن يعيد للدولة هيبتها ولا للعراق كيانة واستقلاله وسيادته. بالتالي حكومة هي جاءت من رحم هذه الأحزاب الفاسدة، وهي تعبر عن تطلعاتهم وأراهم، ولا
تعبر عن إرادة العراقيين ولا تظاهراتهم، لذلك التظاهرات مستمرة. شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وشكرا أيضا للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وشكرا للأستاذ علي عزيز عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، والذين كانوا معنا ضيوفا في هذه الحلقة من طاولة حوار التي بحثت في عودة التظاهرات والحراك السلمي بعد تمرير حكومة الكاظمي. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.